في موضوع آخر، تطوير برنامج الطاقات المتجددة الذي تبنته الحكومة في سنة 2015 يطرح أكثر من تساؤل عن مصير عدة مشاريع استثمارية في الطاقات البديلة التي لم ترى النور، في مقدمتها مشروع ديزرتك. تقول جليلة بالحاج: الحديث عن تطوير الطاقات المتجددة بالجزائر يعيد إلى أذهان المتتبعين مصير ملف إنجاز أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، ديزرتاك. موش مشروع، يعني هي فكرة. الفكرة جابوها عدة شركات، حوالي 18 ولا 20 شركة، حبوا يقول لك باللي نعملوا مشاريع تاع الكهرباء على في ميدان الطاقة الشمسية باش نلبيو الاحتياجات تاع البلدان تاع الريف سود لا ميديتراني، والفائض يعني 20% نبعثوها لأوروبا. مشروع ديزرتك الألماني بالشراكة مع دول أوروبية كان يسعى لإيجاد مكان له في الجزائر نظرا لمميزاتها النادرة في الطاقة الشمسية، لكنها أجهض لاعتبارات عدة. الشركات هادو ما كانوش جابوا تمويل ولا جابين تكنولوجيا ولا هما بشكل ما كيفاش نقدر نقول لك يساعدوا الشركات على تطوير المشاريع. الصنع الغاز ما قنعتش في الوقت هذاك بهذا المشروع، والمشروع ما بقاش يعني ما بقاش درك المشروع قديم. في الثمانينات وفي التسعينات سعر الطاقة المتجددة اون سونترال سولير سوا 5 مرات او 6 مرات كاين سونترال غاز. تسمى التكنولوجيا في ذاك الوقت كانت غالية. السعر بين سونترال سولير كان غالي بزاف. في الحال في الوقت الحالي راني يعني نكمل لكم عليها، اون سونترال سولير نقدر نقول تساوي اون سونترال غاز ولا أقل من اون سونترال غاز. تطوير الطاقات المتجددة من شأنه ضمان استمرارية الاستقلال الطاقوي وبحث ديناميكية اقتصادية، لكن في الجزائر بين الواقع والإمكانيات مسافة كبيرة.